بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الفضلة على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة حلقة نستهلها بالتهنئة والتبريك بدخول شهر شعبان فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وهو الشهر الذي تتالت فيه مواليد انوار الامام عليهم سلام الله لم يكن للعرب نقود خاصه بهم حين ظهر الاسلام فقد كانوا يتعاملون بالدراهم الفضيه الساسانية وبالددانير البيزنطيه الذهبيه ولا شك في ان تعاملهم بنقود الفرس والبيزنطيين يرجع الى مجاورتهم للدولتين والى رحلاتهم التجاريه العديده ومع ذلك فقد كانت هناك نقود عربيه متداوله بين العرب في الجاهليه على نطاق محدود جدا كمثال على ذلك نقود اليمن الحميريه وكذلك اقتبس الانباط من الاغريق والروم ضرب النقود وكان لدوله تدمر نقود على شكل نقود الاسكندريه الرومانيه كما اشتهر عند العرب الدينار الهرقلي فكانت دنانير هرقل ترد على اهل مكة في الجاهلية كما استعمل العرب الدينار البيزنطي اذ نقلوا اسمه من اليونانية فاطلقوا عليه اسم الدينار او الدينر وكان الدينار مثقالا من الذهب جاء الاسلام وكان الدرهم الساسني والدينار البيزنطي شائعين في العهد النبوي ويشير القرآن الكريم واصفا طوائف من اهل الكتاب ويذكر الدينار قال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما الآية الخامسة والسبعون من سورة آل عمران هذا ولقد ذهب ولقد كان الذهب والفضه خلال هذه الفتره النبويه المباركه يمثلان ذروه التعامل النقدي ونظرا لانشغال النبي صلى الله عليه واله بتوطيد اركان الدوله الاسلاميه الناشئه والقضاء على الشرك والكفر اقر صلى الله عليه واله العملات النقديه المتداوله في عهده لتنظيم جبايه الزكاه فالى متى ظلت هذه النقود متداوله وفي أي عهد سكت بالسكة الإسلامية؟ الجواب الأوفى مع الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. السلام عليكم سماحة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. <تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كيف ومتى انتقلت الأمة الإسلامية من استعمال النقود الذهبية والفضية التي سكها الروم والفرس وغيرهم إلى العملة التي سكتها أيدي المسلمين وضرب عليها شعائر الإسلام ان المشهور بين اهل السير والمؤرخين ان ذلك انما جرى في زمن عبد الملك بن مروان ويوردون لذلك قصه مشهوره نقلتها كتب الفريقين الشيعه والسنه نجد القصه في كتاب المحاسن والمساوئ للبيهقي وكتاب حياه الحيوان للدميري وفي كتاب العقد المنير وفي هامش كتاب شذور العقود وفي هامش كتاب اللمعه الدمشقيه من طبعه النجف الاشرف القديم ساورد القصه نصا كما وردت ثم نعلق على بعض ما فيها ثم نبحث عن راي اخر او اكثر محاولين استيفاء البحث ولو مختصرا فقد دخل الكسائي العالم المعروف على هارون العباسي فوجد بين يديه مالا كثيرا فأمر بتفريقه في خدمه الخاصة وكان بيده درهم تلوح كتابته وهو يتأمله فقال عم يحكي مع الكساء قال هل علم علمت أول من سن هذه الكتابة في الذهب والفضة قال الكسائي قلت يا سيدي هو عبد الملك بن مروان هو عبد الملك بن مروان قال فما كان السبب في ذلك قلت لا علم لي غير انه اول من احدث هذه الكتابه فقال ساخبرك كانت القراطيس وهو نوع من البرد المتخذ من القصب في مصر كانت القراطيس للروم قال وكان أكثر من بمصر نصرانيا على دين ملك الروم وكانت تلك القراطيس تطرز بالرومية يعني يكتب تحت طرازها تطرز بالرومية وكان طرازها باسم الآب والابن والاب والابن وروح القدس فلم يزل كذلك صدر الإسلام كله يمضي على ما كان قبله حتى أيام عبد الملك فتنبه له وكان فطنا فعندما ترجم له أنكره وقال ما أغلظ هذا في أمر الدين والإسلام وتكمل الرواية لتقول فكتب عبد الملك لعامله على مصر عبد العزيز بن مروان يأمره بإبطال ذلك الطراز على ما كان يطرز به من ثوب وقرطاس وستر وغير ذلك، وان يامر صناع القراطيس ان يطرزوها بصوره التوحيد، شهد الله انه لا اله الا هو. وكتب الى عمال الافاق جميعا بابطال ما في اعمالهم من القراطيس المطرزه بطراز الروم، ومعاقبه من وجد عنده بعد هذا النهي، شيء بالضرب الوجيع، والحبس الطويل. فلما ثبتت القراطيس بالطراز المحدث بالتوحيد وحُمل الى بلاد الروم ومنه انتشر الخبر ووصل الى ملكهم فترجم له ذلك الطراز الاسلامي فانكره انكره وغلظ عليه واستشاط غيظا فكتب الى عبد الملك يطلب منه ان يرجع الطراز الى حالته الاولى. وأرسل إليه بهدية فرد عبد الملك الهدية والهدية والرسول وأعلمه أن لا جواب له فأضعف ملك الروم الهدية وأرجع الرسول إلى عبد الملك ومعه رسالة أخرى فرد عبد الملك الهدية والرسول ولم يجبه أيضا فغضب ملك الروم وكتب إليه أنه يقسم بالمسيح لتأمرن برد الطراز إلى ما كان عليه أو لا أمرن بنقش الدراهم والدنانير فإنك تعلم أنه لا ينقش منها شيء إلا ما ينقش في بلادي فينقش عليها شتم نبيك فلما قرأ عبد الملك الكتاب صعب عليه الأمر وغلظ وضاقت عليه الأرض وقال احسب احسبني اشأم مولود ولد في الاسلام لاني جنيت على رسول الله صلى الله عليه واله من شتم هذا الكافر ما يبقى غابر الدهر ولا يمكن محوه من جميع مملكه العرب اذ كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم فجمع عبد الملك اهل الاسلام واستشارهم فلم يجد عند احد منهم رايا يعمل به فقال له روح بن زنباع إنك لتعلم المخرج من هذا الأمر ولكنك تتعمد تركه فقال ويحك من قال عليك بالباقر من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله قال صدقت ولكن أرتج علي الرأي فيه فكتب إلى عامله بالمدينة أن أشخص إلي محمد بن علي بن الحسين مكرما ومتعه بمئتي ألف درهم لجهازه وبثلاثمائة ألف درهم لنفقته وأزح علته في جهازه وجهاز, وجهاز من يخرج معه من أصحابه وحبس رسول ملك الروم عنده إلى موافاة محمد بن علي فلما وافاه أخبر الخبر فقال الباقر عليه السلام: لا يعظم هذا عليك فإنه ليس بشيء من جهتين إحداهما أن الله عز وجل لم يكن ليطلق ما تهدد به ملك الروم في رسول الله صلى الله عليه واله والأخرى وجود الحيلة فيه فقال عبد الملك: وما هي؟ قال: تدعو في هذه الساعة بصناع يضربون بين يديك سككا للدراهم والدنانير، وتجعل النقش عليها سوره التوحيد وذكر رسول الله صلى الله عليه واله، احدهما في وجه الدراهم والدنانير والاخر في الوجه الثاني، وتجعل في مدار الدراهم والدنانير ذلك البلد الذي يضرب فيه والسنه التي تضرب فيها تلك الدراهم والدنانير. وتعمد إلى وزن ثلاثين درهما عددا من الثلاثة أصناف التي العشرة منها عشرة مثاقيل وعشرة منها وزن ستة مثاقيل وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل فتكون أوزانها جميعا واحدا وعشرين مثقالا فتجزئها من الثلاثين فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل وتصب سنجات من قوارير لا تستحيل الى زيادة ولا نقصان فتضرب الدراهم على وزن عشرة والدنانير على وزن سبعه مثاقيل وكانت الدراهم في ذلك الوقت انما هي الكسرويه او الكسرويه التي يقال لها اليوم البغليه لان راس البغل رجل لقبه راس البغل ضربها لعمر بن الخطاب بسكه كسروية في الإسلام منقوش عليها سورة الملك وتحت الكرسي مكتوب بالفارسة نوش خر أي كل هنيئا وكان وزن الدرهم منها قبل الإسلام مثقالا والدراهم التي كان وزن العشرة منها وزن ستة مثاقيل والعشرة وزن خمسة مثاقيل هي السيمرية الخفاف والثقال ونقشها نقش فارس ففعل عبد الملك ذلك وامره الباقر ان يضرب السكك في جميع بلدان الاسلام وان يتقدم الى الناس في التعامل بها وان يتهددوا بقتل من يتعامل بغير هذه السكك من الدراهم والدنانير وغيرها وان تبطل وترد الى مواضع العمل حتى تعاد على السكه الاسلاميه ففعل ذلك عبد الملك ورد رسول ملك الروم قال هارون للكساء في اخر كلامه وثبت ما اشار به محمد بن علي بن الحسين الى اليوم اوردت القصه بحذف ما هو غير موضع الحاجه للوهله الاولى يفرح المؤمن بما حصل وانه كان باشاره المعصوم عليه السلام لكن لا بد لنا من تمحيص الروايه كي نتبين ما هو مقبول منها وما لا يمكن لنا قبوله. اولا تقول الروايه ان الامام الباقر هو الذي اشار بذلك ولو راجعنا سنه السكه التي ضربها عبد الملك فهي سنه 74 او 75 او 76 او 77 واذا كانت ولاده الامام الباقر سنه 57 ووفاه والده زين العابدين عام أربعة 94 فإن عمر الباقر عليه السلام حين الحادثة كان بين السبعة 17 وال 19 سنة فكان في مقتبل عمره وشهرة أبيه أعظم منه حتما مما يجعلنا نميل إلى أن الإمام الذي أشار بالقضية هو علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يؤيدنا في ذلك ما قاله الصعدي ما نصه قال في الانتصار فتحير عبد الملك في الجواب فاستحضر علي بن الحسين زين العابد ونحو هذا الكلام في كتاب الشفاء وهو صريح ما قاله الشهيد الثاني مضافا إلى ما قاله ابن كثير في البداية والنهاية أولا ثانيا لماذا ينقل هذا الخبر هارون العباسي أيام خلافته فقط وانفرد بذلك فهل القصه التي بهذا الحجم والتي جرت احداثها علانيه لم تكن معروفه لدى الرواه المعاصرين انذاك ام ان اسم الامام عليه السلام جرى طمسه ككثير من مناقب اهل البيت خطوره المساله ان هارون العباسي دس في السياق ما لا يليق بساحه مروءه الامام عليه السلام من جهه وبما لا يقبله العقل من جهه اخرى فهل يعقل ان تكون نصيحه الامام للحاكم ان يقتل كل من يابى التعامل بالسكه الجديده او يخفي ما لديه من سكه الروم؟ هذا ما لا يرضاه مطلع على مدرسه ومنهج اهل البيت عليهم السلام الذين هم الرحمه المهداه للعالمين. الرواية تدعي أيضا على لسان ملك الروم أن لا وجود لسكة إلا ما يصنع في بلاده مع العلم أن الرواية نفسها تفيد بوجود دراهم ودنانير كسروية مسكوكة يجري التعامل بها أيضا كان باستطاعة عبد الملك أن يمنع التعامل بالسكة الرومية ويحصر ذلك بالسكة الكسروية فقط ثم ما هذا الكرم المفاجئ من عبد الملك للامام بان يامر بتزويده بخمسمائه الف درهم في زمن كان التضييق على اهل البيت عليهم السلام على اشده حتى كانت حرائر البيت النبوي يتناوبن على الثوب الواحد للستر اثناء صلاتهن في جوف البيوت هل كان لاظهار سماحه الاموي وهو الجلاد بالفطرة أم لإظهار أن السلطة تنفق على المشاريع الاستراتيجية لأجل المصلحة العامة أم لنفي صفة البخل عن عبد الملك الذي اشتهر بها كما يقول صاحب كتاب مآثر الـ الـ الإناقة في عالم الخلافة أو مآثر الإنافة في عالم الخلاف لا شك في الخلاصه ان عبد الملك كان مربكا لم يخرجه من مازقه سوى الامام السجاد عليه السلام وما في الروايه من شوائب لا تستقيم يجب طرحها مع الحفاظ على الموضوع باعتباره من الثوابت التاريخيه هذا هو الوجه الظاهري للقصه اما ما يجب الغوص فيه هو ان اول من سك العمله بالاسلام هو علي بن ابي طالب عليه السلام فلو رجعنا الى كتاب التراتيب الاداريه وكتاب العقد المنير وكتاب تاريخ الخلفاء لوجدنا نصا مذهلا قاله جوده باشا انقله بحرفيته نصه ان المسلم عند اهل العلم ان الذي احدث ابتداء ضرب السكه العربيه هو الحجاج بامر عبد الملك حين كان واليا على العراق من قبله ولكن ظهر خلاف هذا عند الكشف الجديد في سنة 1276 للهجرة وذلك أن رجلا إيرانيا اسمه جواد أتى دار السعادة بسكة فضية عربية ضربت في البصرة سنة أربعين من الهجرة وأنا الفقير مين جودة باشا رأيتها بين المسكوكات القديمة عند صبح باك أفندي مكتوب على أحد وجهيها بالخط الكوفي الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد وفي دورتها محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وعلى الوجه الآخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفي دورتها ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة أربعين هذا نص ونص آخر للحلواني المدني يقول فيه لم يثبت في الرواية الصحيحة أن أحدا من الخلفاء الأربعة ضرب سكة أصلا إلا علي بن أبي طالب فإنه ضرب الدراهم على ما نقله صبح باشا المورد لي في رسالة له رسم صورة فيها ذلك الدرهم وعذا ذلك وعزى ذلك إلى لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة وفي نص آخر وفي خلافة علي سنة سبعة وثلاثين وكتب فيها ولي الله وفي سنة ثمانة وثلاثين وتسعة وثلاثين بسم الله ربي وفي درهم بالخط الكوفي في جانب منها الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي دورته محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وفي الجانب الآخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفي دورته ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة أربعين وقال الكتاني وفي مكتبتنا في قسم النقود دراهم مكتوبه بالكوفي عليها لا اله الا الله محمد رسول الله وفي اخر الكتابه اسم علي يقطع الناظر المتامل فيها وفي كتابتها ونقشها القديم انها لعلي بن ابي طالب كما نقل السيد محسن الامين والشيخ عباس القمي عن دائره المعارف البريطانيه الجزء السابع عشر صفحة تسعمائة وأربعة ما نصه وإن أول من أمر بضرب السكة الإسلامية هو الخليفة علي بالبصرة سنة الأربعين من الهجرة الموافقة لسنة ستمائة وستين مسيحية ثم أكمل بعده عبد الملك إن الذي حدث بعد ذلك أن معاوية عاد وضرب النقود على السكة الكسروية وكذلك فعل عبد الله بن الزبير واخوه مصعب في محاولة جامحة لطمس سكة علي عليه السلام الغى منه يعني ما ضربه معاوية الغى منه ذكر الله ورسوله واستبدلها بصورة له متقلدا سيفه وفي نص اخر تصوير على احد وجهي العملة لخسر اب خسرو ابرويز مكتوب على جانبه الايمن داخل الدائره بالخط البهلوي معاويه امير فريش نيكان اي معاويه امير المؤمنين وخارج الدائره بالخط الكوفي بسم الله وعلى الوجه الاخر تصوير لبيت النار وعلى طرفيه الرجلان المراقبان للنار وقد كتب داخل الدائره على الجانب الايمن كلمة دان وهي لفظة مخففة من دار أبجرد مدينة الضرب يعني التي ضربت فيها السك وعلى الجانب الأيسر كلمة بجهل أي أي 41 سنة الضرب هنا كملت بين أيدينا الصورة معاوية يحاول جاهداً إخفاء ذكر أهل البيت مستعملاً كل الوسائل المادية والمعنوية ومن جملتها ازاله اثار اول عمله اسلاميه صرفه سكها علي عليه السلام في البصره مفضلا العوده الى الضرب الكسروي مع صورته تاره وصوره بيت النار الذي للمجوس تاره اخرى ولا شك ان ذلك لاقى استهجانا واستنكارا داخل المجتمع لكن الكبت كان قد وصل الى حدود لا تسمح باعلاء الصوت خصوصا بعد تقتيل الالاف وتشريدهم واذا ما لاحظنا ان عبد الملك اراد ان يستكمل خطه معاويه مع فرق كبير وهو انه كان مصمما على تجنب الاخطاء التي وقع بها سلفه جاء جاءت حادثه ملك الروم لتصب في مصلحه مسعاه مسعاه المذكور خصوصا بعد استقدامه الزهري من المدينه ليؤسس له مؤسسه أو مدرسة الاستفقاه السلطوي لكنه اضطر للجوء إلى الإمام زين العابدين عليه السلام بعدما ضاقت أمامه السبل أو أو لنقل في أحسن الأحوال أنه أراد تعزيز الفهم لدى الناس بأنه رائد هذه الفكرة مستعينا بالبيت النبوي واعتقادنا أن من يطمس لأهل البيت معلما سيضطره الزمن ليعود إلى المعلم نفسه صاغرا لأن الله بهم فتح وبهم يختم وبهم فك الذل من رقابنا إن شاء الله نكون قد وصلنا يعني استطعنا أن نضيء على تلك الحقبات التي ضربت فيها السكة الإسلامية بحث رائع فعلا نسأل الله القبول تعليق سماحه الشيخ بدايه طبعا بعد الترحيب بكم مجددا وبالسلامه مشكور يا استاذ احمد حبيب التعليق حول موقف معاويه وابن الزبير بالتحديد من سكه علي عليه السلام لماذا هذا الموقف هلا لماذا هذا الموقف لح عيدك بالتاريخ مع اخواني المشاهدين صدق. عبد الله بن عمر كانت زوجته او احدى زوجاته نعم لا. آه قريبة لابن الزبير إما أخت له أو الآن لا يحضرني لا. كانت تقنعه بعد وفاة معاوية أنه بايع لابن الزبير ما بايعه الناس بالحجاز والعراق لا. بايع لابن الزبير رجل عنده دين بيخاف الله إلى آخره قال أتذكرين يوم حج معاوية قالت نعم قال أتذكرين البغال الشهب التي حمل عليها أثقاله بالمئات لا. قالت نعم قال عبد الله بن الزبير لم يرد الا تلك البغال يعني موكب المرسيدس انا ذاك والسيارات المصفحه وما على البغال من حرير وديباج واستبرق ودراهم ودنانير هذه موكب السلطه الا بلا تقوى بلا هذا عينه الى موكب الخلافه موكب الملك السلطة والجاه هودي اهل دنيا هو رسول الله باجماع المسلمين مو هالشكل بينقلوا هم اهل السنة بيقولوا ثم يصبحوا ملكا عضوضا صار ملك عضوض بمن؟ بمعاوية بن ابي سفيان كيف ما ترقعت الامور صار ملكا صح بناء على ما نقلوه هلا انا بوافق ولا ما بوافق أمرتين بس هذا اعتراف ضمني صريح وضمني في صحاحهم والمسانيد أن المسألة تحولت إلى ملك, ملك عضود, عضود كلمة عضود كلمة قبيحة فيها من النهم ما فيه انحدر علي من المدينة إلى الكوفة نعم وركب جنوده لقمع فتنة البصرة التي يقودها رؤوس ثلاث عائشة طلحة والزبير قتل طلحة بسهم مروان بن الحكم هذا موضع إجماع وقتل الزبير ابن جرموز الذي قال فيه رسول الله بشر قاتل ابن صفية بالنار. بالنار, وين قتل ابن جرموز في واقعة النهروان دخل النار أدخله النار سيف علي عليه السلام لأنه يعني هذا السيف قال عنه رسول الله يا علي حربك حربي وسلمك سلم, سلم لكن أشهر ما اشتهر به ابن جرموز قتل ابن صفيه وانكفأت عائشه واعيدت الى المدينه في حاله تقويميه من قبل امير المؤمنين بما ينسجم مع الايه وقرن في بيوتكن هي ما خرجت لواجب لحج او يقولون خرجت تريد الاصلاح اولا مو تكليفها تكليفه أن تقر في بيت ثانيا أي إصلاح وقد استمرت المعركة بعد مقتل طلحة واعتزال الزبير بقيادتها وحولها بنو ضبة آآ 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 وبعد اللتية والتي حتى استطاع الإمام الحسن أن يعرقب الجمال كان شاخصا تبرج م. ركوب الأبراج على أي حال أدمي قلب علي سبعة عشر ألف بني ادم مسلمين ولو أراد أن يداهم البيوت التي فيها عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم وفلان لفعل وصرح بها المعمعة كم بقي أمير المؤمنين بالبصرة بها المعمعة هذا الرجل الفذ ضرب سكه الاسلام كيف تيسر له الصناع صح. كيف تيسر له الوقت نعم للاشراف أنا انت مش بمعامل حديثي طبعا انت حداد مطر او هل بدك تنقش وتعمل سكه ما في كده بس تسيل الفضه والذهب ما بيعود فيك تتحكم بالوزن كما صح. تشاء ومش عم تضرب تحفه تحطها بالصالون عم تضرب عمله متداوله الاف الالاف عمله متداوله علي التبر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب هذا مسار لعلي يئد فتنه بكل اريحي مع حفظ حرمه المراه بما يمليه عليه مقام حجيته بنفس الوقت يسك عمله يطحن فيها عمله دول عظمى كسرى وقيصر قيصر الموغلين في التاريخ بتحكي بدو بدول عمرها 3000 سنه هو البيزنطي دخل المسيحية والا كان قابل ولا الروماني الذي اختلط بالبيزنطي م. كانوا قبل المسيحي نعم شو ما كان في بشر بالقسطنطينيه وباوروبا وب... ما كان عندهم سكه كان عندهم سكه والكسرة كسرة عمره 3000 سنة تخيل الآن تخيل الدولار الآن مسيطر شاء الناس أم أبوا صحيح دولة ضمن إرهاص سياسي معين تطبع ما تشاء مين بيقدر يسال فيدرال ريزيرف الاحتياطي المصرف المركزي الفيدرالي الامريكي انه يابا انت عم عن تطبع عندك ذهب مقابل يعني ما تطبعه من عمله ما حدا بيسترجي يسال اي شيك اليوم بيطلع في العالم المقصر الرئيسي وين تتم؟ تشيز مانهاتن تخيل امام هذا الوهج يطلع حدا يقول عملتي بدي اشتغل فيها وأنا بلد بيحترم نفسه ممنوع تداول إلا بهذه العملة أو على الأقل أجعلها رديفاً شو المطلوب حتى تكون العملة القوية؟ احتياط ذهبي في المصرف المركزي تفضلوا اشتروا من بيت المال خمسة آلاف طن من الذهب حطوه بالمصرف المركزي ويطبعوا عمله مين بيعملها اليوم من يجرؤ ثم اي التفاف كان مع علي بحيث لاقت عملته قبولا ورواجا هو الايمان الذي حبب الى الخالق لكن التاريخ ظالم هذا المسار مسار بدأ عقب وفاه رسول الله بقول لاسالمن لا ما سلمت امور المسلمين ولم يكن جور بها الا علي خاصة انا حمال العذابات انا اصبر الصابرين ما عندي مشكله امانه الدين بين يدي بدي حاول وتوفيقي من عند الله وانا حجه الله الاكبر ان اقود هذا الامر هلا هل شو بتصرفوا الحكام مصيري أن أصبر لكن عندما يصل الإعوجاج إلى حد يحتاج مني إلى تدخل سأتدخل وهيك فعل ذابت شخصيته طيب بالمقابل حكم معاوية ابن أبي سفيان شو ساوي بتقرأ بالكتب حلم معاوية يا يا إيه حلم اقرأوا ما قاله ابن أبي الحديد في نهج البلاغة عن رجل كمعاوي في الدوني المغيرة بن شعبة ابنه جاء مكفهر قال يا بني يا أبتي ما بك قال جئتك من عند أخبث الناس خلاصة الرواية أنه سمع الأذان فاضطرب معاوي قال له أرأيت استتب الأمر لك إلى هذا الحي من هاشم أحسنهم أولاد عمك استوعبهم استقطبهم قال أبداً اسمع الأذى هلك محمد هيك فقام أخو تيم فجد واجتهد فما لبث أن مات فمات ذكره بموته ثم قام أخو عدي عدي يقصد عمر بن الخطاب فشمر وجد وجد فما لبث أمات فمات ذكره معه وابن أبي كبشة هي لفظة عيب تقال لرسول الله, الله. كانت تهمي في نسبه الشريف يتهمه بها أبو جهل وأعوان أبو جهل يصدح باسمه خمس مرات في اليوم ألا دفنا دفنا إلى غير ذلك من مثالبه بعضها ليست موضع إجماع ولكن بعضها من موضع إجماع لا يماري به أحد ولو النساء قتلوا لأنه قال لا أعلم له منقبة إلا قول رسول الله صلى الله عليه وآله لا أشبع الله له له بطنة وهو كان يقول والله ما شبعت ولكن كلت أضراسي ماشي رجل أقول نهم ما من عاقب على هالمسألة لولا قول رسول الله صلى الله عليه وآله بس في سيرة عملانية نصب العداء لأهل البيت أم لا شو معنى قتاله مع علي لا. من كان مع علي هب أن عليا ليس من أهل البيت وهو رأسهم بعد الرسول مو الحسن والحسين كانا مع علي قاتلهم معاوية في صفين أم لا مم. نصب العداء لأهل البيت ولم نعلم له توبة بقي مصرا حتى أخذ الحكم بالقهر والغلبة هداك مسرى لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور بها إلا, إلا علي خاصة وهذا ألا دفنا دفنا ومعه ابن الزبير ترك الصلاة على محمد وآل محمد على النبي في خطبة الجمعة أربعين أسبوعا سئل كيف تفوت الصلاة على النبي الذي أمر الله بالصلاة عليه اللهم صل على محمد وآل محمد قال إن له أهيل بيت سوء أهيل بيت سوء إذا ما ذكرته شرأبت أعناقه طب هذا نمط بده يخلي عملة لعلي بن أبي طالب عادوا فجاءوا بكسرى وقيصر وبعملتهما ألا دفنا دفنا هلأ توضحت الصورة طيب ما بقي في أيدي القوم من دراهم حتما من يلقى عليه القبض معه هذه الدراهم سينكل به طبعا ولذلك طيب اضطر الناس مم ان يستبدلوا دراهمهم كي يأمنوا على انفسهم لا يعني انه اليوم نحن ببلد مم اجت اعلن مصرف لبنان، مصرف العراق، مصرف ايران، اي بلد قال سنستبدل العمله معكم مهله سنتين بدون بدون عذاب وبدون مخابرات وبدون شيء معكم سنتين تبدلوا العلم، من يبقي معهم؟ صح الا ختيار معه الزهايمر نسيان وانحاطت مصريته فقط. يعني ما عندما تغير الدول عملاتها صح آه الشعوب شعوب. اين تجد بقايا هذه العمله؟ مم. عند عجوز ما واصلوا الخبر او معه الزهايمر مخبيهم ونايم عليهم مم. كل شيء بضيعه الا هالمسأله مم. ما لا يتوه عنها لانه يعتبرها مم. في لبه وجوفه عنصر أمان لشيخوخته نعم وبيخسر المصريات كثير من الناس هيك أصابهم فالناس فما بالك إذا كانت المخابرات تلاحقك على تبديل العملة ومن ضبط معه نكل به أمر طبيعي طبيعي أن أن تفقد إلا عند حصيف أبقى منها رمزا توارثه جيل بعد جيل حتى استطاع أن يظهره هون بدك تسأل طيب مصلحة الإسلام من كان حريص عليها الذي يزيل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ويستبدلها الله. ببيت النار والمجوس ورموز و القياصرة والأكاسرة مين الحريص لماذا أهمل التاريخ هذه النقطة بالذات المذكورة بدائرة المعارف البريطانية واللي ذاكرها أهل التاريخ وأهل السير والذي يروي الباشاوات السنة أنهم رأوها بعينهم هلا بتقول لي الرواية الأولانية هذا إيراني اللي جاء بها وممكن يكون مزورها بس ما في أيه. مسكوكات هذا الكتاني الذي ذكر فلان ذكر وصبحي باشا ذكر وما روي في الكتب القديمه فضلا عن وجود درهم في بعض المتاحف مضروب سنه اربعين حتما في مو درهم واحد دراهم في سنه اربعين آه سنه اربعين مين كان كان امير المؤمنين عليه الله في مضروب سنه ثمانية وثلاثين كان امير المؤمنين عليه السلام ليش اتخذ من البصره آه موقعا ل سك العملة دراهم شوف قليلة هي مناجم الذهب والفضة في جزيرة العرب مم. والمرفأ الآمن شبه الوحيد شبه الوحيد لا تنسى أنه كان قد وصل إلى عمان آه الإسلام يعني الخط الساحلي كله لشو شو آه الآن حدا يفسر لنا في الإمارات بدبي جبل علي شو أصل التسمية ما هو ثمة بحوث حول هذا الأمر مم. قد يكون أمر مختلف فيه لكن حتما مم. وصلت فتوحات الإسلام أو جيوش الإسلام إلى عمان أنا ذاك سيف البحر يعني التقوا من جدة إلى اليمن إلى حضرموت إلى عمان خلاص أصبحت الجزيرة برمتها أأمن أأمن مرفأ وين؟ ليست سواحل متوسط لأنه لم تكن قد فتحت في زمنها علي ولا يمكن بسواحل البحر الأحمر لأنها في تفوق عسكري للأحابيش وللأقباط ولي 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 يعني لبقايا الروم وقواعدهم التي كانت في البحر الأحمر ويستطيعون التحكم بباب المندب ولذا أمير المؤمنين شو قالوا قال إن أرسلت خلف أهل اليمن فجاءوا فهل تأمن أن يغزو الأحباش ذراريهم إذا كان ثمة احتمال أأمن أنك تفوت من من الخليج أولا مياه ما بتسمح للأساطيل بالدخول إليها لأنها ليست مياه حربية بالمعنى الحقيقي لموازين الحرب أنذاك والبصرة مع الخط الساحلي كله يعني لو دخلت من مضيق هرمز السفن وبقيت على الخط الذي عليها على الشط الذي عليه المسلمون لكانت في أمان أكثر بكثير خاصة خاصة أن العلاء الحضرمي كان قد تجاوز البحر وأنشأ قواعد فيما هو الآن بندر عباس وبندر لنجي ولارستان يعني هاي المنطقة المحازي بعضها تابع لل لل للأهواز وبعضها تابع للارستان أو هاي ال فكان ثمة من الجانبين كان أمن مكان هو البصرة وبالتالي الاستيراد للفضة الخام أو للذهب الخام كان على الأرجح على الأرجح من الهند ضمن علاقات بينية وتجارة حرة كانت مفتوحة للتجار بل حتى للدول ولا يفوتننا يفوتنا أن جعدة ابن هبيرة المخزومي ابن أخت الإمام ابن أم هاني كان واليا من قبله على خرسان وكان يستكمل فتوحا مما يعني أنه كمان أيضا قد يكون الطريق البحري آمن بنقل ما كان هناك اتخذها الإمام موضعا لضرب السكة ومعلوم أن المدينة التي يكون فيها ضرب السكة يوجد فيها حركة يعني ضرب السكة بحد ذاته يوجب حركه عامه مما يفوت على الاحقاد التي خلفتها واقعه الجمل ان تعود فتتفشى فاوجد عندهم حاله اقتصاديه حركه اقتصاديه من خلال المرفأ من خلال سك العمله من خلال توليه عبد الله بن عباس عليهم اوجد عندهم حاله من الاستقرار وفعلا استقروا يعني عندما تجد من التحق بالإمام في صفين من أهل البصرة تتفاجأ بالرقم الذي بعده خارج من معركة الجمل مما يدل على سرعة استجابة الناس لنداء هذا هذا اللي بيفسر لنا أن معاوية ابن أبي سفيان ينحو منحى مختلف ما له علاقة بالمصلحة العامة نعم ثمة مصالح عامة تصب في قافلته مم. هاي البغالة التي تحدث عنها عبد الله بن عمر مع زوجته نعم نعم طيب اسمح لي بفاصل ما سمت 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 نتابع فاصل قصير مشاهدينا الأعزاء نعود بعده لتلقي صلاتكم كونوا معنا كرما لا بسم الله الرحمن الرحيم محمدا واتمها بخلافة المولى. وتنزل القرآن عند محمد وكمال تأويل الكتاب غدا. وإلى معاريج السماء محمد يرقى فيلقى عند سدرتها. ويقيم صرحا للجهاد محمد، من ذا الذي صرع العتاة سوى. في خندق الاحزاب نادى محمد من ذا لعمر فانبرا يمضي وكذاك في احد اصيب محمد فر الجميع وكان كرارا فلرحمه الباري علينا محمد والصدمه الكبرى على الاعدا ومدينه العلم العظيم محمد والباب للصرح المبين غدا فاعلم لواء الحمد باسم محمد ونراه في يوم القيامة مع والحوض يوم الورد ملك محمد لكن ما الساقي عليه غدا وأتم بالإيمان دين محمد وبها تسمى يوم خندقهم أعطى إلهي كوثرا لمحمد من زوج الطهر البتول سوى ويحج في بيت الاله محمد اوليس من بيت الاله اتى والجنه المثلى لدين محمد لكن بشرط دخولها تهوى والنار ما خلقت وحق محمد الا لتصل الحاقدين على والجنه والنار قل محمد وقصيمها يوم الحساب غدا وعلي يدعو ربه بمحمد ومحمد يدعو بحق أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة، أهلا بكم سماحة الشيخ. مشكور. ورد أيضا أمانة لدينا على بريد البرنامج سماحة الشيخ أن امرأة تقول أن زوجها على علاقة غير سوية مع امرأة غير سوية. نعم. فوعد بتركها وحالفا أيمانا إلى ما هنالك وصار يسيء معاملة الزوجة. وهي تحملته طيلة 25 سنة. ماذا تقولون سماحة؟ الحقيقة هذه مشكلة مضطردة بدأنا نلاحظها كأنها تكثر طبيعة عملي في في المحاكم الجعفرية في لبنان أطلع على هذه المشاكل وطبيعة عملي الثقافي اللي هو يشمل لبنان وغير لبنان أيضا يصادفني من يشكو هذه الشكوى أولا خل نفرق بين الحلال والشبهات والحرام أما أن إنسان يتزوج امرأة ثانية هذا شرع من عند الله عز وجل فمن يحرز من نفسه العدالة هو أمر أباحه الله عز وجل والحقيقة إن ما نشهده من مآس داخل المجتمع نجد أن تعدد الزوجات على ما في بعضه من هنات نتيجه تصرف مو نتيجه تشريع. اه يبقى اهون بكثير وقعه على المجتمع من التفلت. والحرام. والحرام. يعني قد يجي واحد يتزوج وقت تاني ولا يعدل ولا ويعني تظهر منه اساءه. نعم. هذا جرم. وقع عليه على الرجل هذا ما له عليه التشريع به لكن ما يكسبه المجتمع من هذا التشريع يفوق بكثير هذا الجرم الذي أقر بأنه جرم يعني إذا الإنسان ظلم الله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم وينهى عنه وثمة روادع في الشارع تمنعه نعم. من 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 الظل. ومرة لا. ثم تنزوه. مم. السائلة تقول إن المرأة غير سوية. غير سوية. لا أفهم مم. العلاقة الغير سوية بالمرأة الغير سوية إلا شبه. يعني أقل ما يمكن أن أسميه حتى لا أذهب آه إلى أكثر. أبعد ثم إن العلاقة بالمرأة الغير سوية هو بحد ذاته لو كان يعني لو كان في إطار عقد شرعي هو بحد ذاته فيه نفور لأنه شرعنا أوصانا تخيروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجعين فلينظر أحدكم أين يضع ولده أين كذا إلى آخره ونهانا الشرع الشريف عن التزويج من من الحمقاء ومن 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 مؤخرا قرات شيء مذهل بحث قراته من حوالي شهر ثمة اثبات علمي ان الحليب ينقل يغير جينات ليس غذاء فحسب لا 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 يمكن أن يؤثر في تغيير جيني نعم. ولذا قال لا تسترضعوا الحمقاء ورد عندنا الآن أنا واقعاً ذهلت أنه في وصل العلم إلى هذا المستوى مش مش مزحة التغيير الجيني, الجيني. طبعا. تغيير الجيني قصة كبيرة يعني في جينوم وتسلسل مش مزحه فان يثبت علميا مم. ان حليب الام له اثر جيني في تركيب جيني او تغيير جيني او دس جيني شغله كبير عجيب. شيء عجيب جدا. طيب هذا الرجل ان كان معه حق يعني من الناحيه الشرعيه فحتما هو متعسف باستعمال حقه والتعسف باستعمال الحق فيه من المشاكل ما فيه لا لأنه أقل ما يقال فيه أنه يقطع سبيل المعروف نعم بصير الناس يقولوا ها لك هذا اشتغل بالحلال شوف خرب بيته وعمل وساوى وإلى آخره أما أن يحلف الأيمان المغلظة وينكث بأنه أنا ما بقى بدي تعاطى معها هاي المخلوقة ثم ينكث وجعل الله عرضة لأيمانه هذا مشكل آخر هذا مشكل آخر طيب حتى الآن منقول في خطأ هنا وخطأ هناك لكن أن ينعكس على بيته الأول فيسيء معاملة زوجته هنا لم يعد الموضوع موضوع دين فحسب أصبح موضوع مروءة، والمروءة واهم من يتصور أنها ليست في صلب الدين وفي صلب العقيدة. شوف إن حكما شرعيا مثله كمثل سمكة إن لم يتواجد في مياه صالحة مات ولذلك القرآن كم آية أحكام تشريع في خمس مية؟ عدد الآيات في القرآن؟ ست آلاف ستة آلاف؟, ست الاف, وشوي. الاف وشوي. ليش حط خمس ضمن ستة الاف؟, ست آلاف؟ فيها قصص وفيها وعظ وفيها تخويف وفيها ت... فيها مكارم أخلاق ليقول إن الحكم الشرعي سمك إن لم يسبح في مياه مكارم صار الأخلاق صار. كان حكما جافا تقصيا لا يقع بعين الله عز وجل ولذا في صلاة تسقط الواجب عن صاحبها وفي صلاة مقبولة يؤجر عليها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, والمنكر. فالتي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر تسقط الواجب م. فقط هو علاقتنا بالله عز وجل إسقاط واجب يعني من ربح جميل لله عز وجل أننا نعبده هاك العباده، خطوره الموضوع باساءه المعامله انه فقد المروءة في بيتي لانه قوام الحياه الزوجيه حسن المعامله الموده والرحمه فان لم تتحقق الموده والرحمه لم يتحقق الامساك بمعروف ورحم الله الشيخ حسين الحلي نعم احد افاضل النجف لكنه لم يتصدى وكان كان عالما فقيها نحريرا في بحثه في طلاق الحاكم او ما يسمى بطلاق الحاكم كان له راي مهم جدا يقول ان لم يتحقق الامساك بالمعروف فالتسريح بالإحسان يصبح عزيمة وليس رخصة بمعنى انه اذا لاحظ الحاكم الشرعي نعم. انها ان الامساك بالمعروف لا يتحقق غير محقق بوقوع احد الزوجين او كلاهما بالحرام قولا وفعلا عم يشتموا بعض ليلا وخبطوا بعض صار اصبح للحاكم ان يتدخل على نحو الالزام مم. بانه اعتق سبيلها فضحتوا انفسكم هذا رايه هنا تلعب المروءه دورا كبيرا في انه امراه تحملت زوجها عم تقول نيف وعشرين سنه وقام هو بكل بساطه عكس نزوته الخارجيه الى اساءه معامله داخل المنزل الزوجي طيب ماذا سيرتجي اولاده منه بعدما شاهدوا هل سيبقى هذا الرجل محترما في بيته واصعب ما يبتلى به ايها الساده المرء ان يسقط داخل بيته ماذا ينفعك ان احترمك الناس جميعا ولست شيئا مذكورا في بيتك في بيتك في موضع سكنك السكن ولذا انا بنصح والدعاء يقول أعزني في عشيرتي وقوة أحسنت أنا م. أنصح نصيحة أخوي للجميع نعم. أن يتعقلوا أمام أي نزوة يمكن أن تطرأ نعم, نعم. الاتصال أول سماحة الشيخ من العراق من أبي غيث تفضل أبو غيث السلام عليكم أبو غيث وعليكم السلام ورحمة الله في تردد بالصوت عم خلي يحكي لأ. من التليفون فقط آه بدون تلفزيون أبو غيث <applause> <applause> وعليكم السلام تفضلوا <تصفيق> بوركتو <تصفيق> نعم <تصفيق> تفضل عم نسمعك أبو غيث تفضل نصيحتكم جناب الشيخ بأن النصيحه اجت من اقصى المدينه. نعم. يعني شنو الحكمه حكمه الله سبحانه وتعالى انه من اقصى المدينه. من اقصى المدينه، نعم. نعم. شكرا ابو غيث. ايضا نفس الاسم ابو غيث من العراق السلام عليكم تفضلوا ابو غيث السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل استاذ أحمد، الله يحييك. حياك الله. عليكم السلام عليكم عليكم السلام والإكرام والرحمة والإنعام تفضل. الله الدكتور شيخنا بسؤال دقيق ومقترح. تفضل. أتمنى يعني أسوي حلقات خاصة على حكم الزنا. على حكم الزنا. نعم. لا يحكم مخالفات شرعية هواية تصير بالسوق في نعم. المعاملات، أصحاب المدرسة. عن حكم الربا ولا الزنا؟ اكرر سؤالك ابو غيث حلقات المهن. عن الزنا ام الربا يعني آه. في تردد بالصوت لم نسمع بوضوح ابو غيث كرما لا الزنا ام, أم الربا حكم المهن, المهن, المهن يعني اي نعم مم. والاختلافات التي تدور حولها نعم يعني معاملات اكو بين الحلال والحرام بين بس بين نعم ويا حتى لو أخذ كتاب يعني نقرأ او انت مقترح كتاب يسوي يا حتى طالع منه نعم ممنون لسماحه الشيخ يا هلا ومرحبا حياك شكرا لابو غيث اتصال جديد من العراق انقطع الاتصال للاسف فضل سمحت الشيخ في الاجابه مع ابو غيث الاسم الاول بدك توقف اتصال عذرا في اتصال جديد من العراق نعم اتصال جديد من العراق سلام عليكم. زينب من العراق زينب سلام عليكم. وعليكم السلام, وعليكم السلام ورحمة الله. زينب عليكم السلام عليكم السلام على إكرام. يعني روايات صحيحة موجودة, موجودة. مرآة أفوز هذه الرواية الموجودة في أه كافة جديدة. موجود في صفحة 45 بتحدث عن عن الإمام الصادق بن نعم عبد الله بن سلمة عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام يقول اختصر الإمام من الجناب فبقت لمعة في ظهرك فقلت له فقط لمعة في شوي 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 شوي, زينب شوي شوي اقرا الروايه بهدوء بهدوء خل افهم اختصر الامام من الجنابه نعم اغتسل اختصر الامام من الجنابه اي فقيل له بقيت سمعه في ظهرك لم الماء قيل له ماذا قيل له ماذا سمك سمك في بحر زينب كلمة كلمة أحكي لي الرواية كلمة كلمة مش استظهار عربي كلمة كلمة اغتسل الإمام من الجنابة فقيل له فقيل له فقيل له ماذا فقيل له ماذا زينب؟ بقيت سمك في ظهره من صبح الماء بقي سمك في بحر لمعه طيب في, في بحر؟ ثمانيه صبح الماء امم طيب فقال له لو سكت ومسح اللمعه ثم شيخنا اذا احنا اللي شرطه المكلف بشكل عام يعني شرطه الاعلاميه بالنسبه للمجتهد اذا انقلب يعني شو نحصل عنا ناس عاديين يعني شو نحصل الاعلاميه؟ هذا, هذا سؤال هذا سؤال ثاني. اي نعم. عفوا، دخلت السؤال الثاني. نعم. كيف اتمنى تكون تجاوبني على هذا السؤال الاول، وبعدين على الحلقات الجاية إن شاء الله السؤال العالمي يعني إذا احنا ناس قاعدين ونشوف وجوه بالنا وكذا العالمية، شلون يعني نحصل العالمية؟ نعم، الأعلمية. نعم، الاعلاميه السؤال الثاني نعم. حول الاعلامية طيب شكراً لكِ يا زينب. بتصور صار نوقف أه، الاتصالات نعم. ريثما نرى ماذا يمكن أن أبو غيث أبو غيث آية تاني في كتاب الله مم. سبق أني تحدثت بهذا الموضوع مم. حلقة, حلقة. إيه؟ جاء رجل من بيروت عم نحكي عربي مم. وجاء من بيروت رجل بزر. ماذا تفهم الكلام الاول ان الرجل الذي جاء من بيروت ليس بالضروره ان يكون مواطنا بيروتيا في الكلام الثاني لا بيروت جاء من بيروت رجل هو مواطن بيروتي جاء فالرجل الذي قصدته الايه هو ساكن هو مواطن في اقصى المدينه اما الثاني جاء رجل من اقصى المدينه يسعى, يسعى كان متواجدا في اقصى المدينه يسعى الرجل الاول يعني الذي جاء من اقصى المدينه يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم آه إلى آخر الآيات هذا رجل ناصح قاده تكليفه الشرعي إلى أن يأتي من آه مكان بعيد لكن بنفس المدينة والرجل الثاني جاء نذيرا لموسى إن القوم آه يأتمر بك يعني هدفهم إما قتلك أو إخراجك, أو أخراجك. لأن قتلت منك. إذن هذا رجل من أتباع موسى م. كلا الرجلين جليلان وقاما بفعل وأحدهما استشهد ونقل الله مشاهداته صحيح سرع بها الله سبحانه وتعالى يا ليت قومي يعلموا بما غفر لي ربي وجعلني لا قتلوه لأنه جاء ناصحا ولم يكن المجتمع ليتقبل النصيحة هذا يكشف لنا يعني هذا الرجل الذي قتل يكشف لنا عن أنه أحيانا قد يكون التكليف منحصر لا بد من القيام به على نحو الوجوب العيني وهذا تكرر في امتنا عند من برا راس الكون في زمانه المولى ابو عبد الله الحسين فعلا جاء يسعى يسعى لحفظ اسلام ضيعه تسافل قوم وقدم إلى الموت بقي الموت يفر بين يدي أبي عبد الله مذ خرج من المدينة إلى مكة ومذ قطع حجه إلى عمرة مفردة وخرج منها والموت يهرب بين يدي أبي عبد الله إلى أن ألقى القبض عليه عندما قال ها هنا محط رحالي لم يملك الموت ان يفر بعد ذلك فوطئه الحسين صلوات الله وسلامه عليه انحصر التكليف به الحجيه لا تكون الا براسه على راس رمح طويل والا ليش الله ذكر لنا حجيه مؤمن ال فرعون اتقتلون الله لماذا ذكرها لنا الله ان في القصص عبره والرجل الثاني الذي جاء الى موسى منذرا انذره فعلا خرج منها موسى خائفا يترقب وكانت الـ يعني هذا الرجل بالظاهر كان نذيرا بالباطن كان بشيرا لانه بعدين شفنا موسى التحق بشعيب و جلس هناك على الأقل عشر سنوات ثم بالرجعة لم يعد نبيا عاديا أصبح من أولي العزم عندما كلمه الله سبحانه وتعالى في طور سيناء وأظهر له الآيات الكبرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى أمره الله بإلقائها فألقيت هذا خلاصة ما, ما جرى لأنه يعني أسبوع الماضي ما كان في حلقة صحيح. كان في نقل مباشر كانت معدة هو لفت نظري مم. كلام هارون العباسي فيه مغالطات تتبعت الموضوع تبين لا السكة ضربت في زمن علي طيب معلومة كهذه لماذا أظن بها على إخواني المشاهدين بدك تستفيد من مسألة المهن أو المعاملات كتب المعاملات الفقهية لا يمكن لأحد له مسكة عقل وفهم في صناعه الاحاديث ان يرد حديثا قبل ان يوجد اسباب الرد ما ورد عن اهل البيت عليهم السلام الاصل فيه صحه حتى يثبت العكس كيف يثبت العكس بالتحري عن السند بمقاربه المتن وعرضه على القواعد الكلية التي جاء بها القرآن الكريم وإلا في الحديث تخصص كتاب الله عز وجل في حديث مو عندنا بإجماع المسلمين أن ثمة حديث يخصص عمومات كتاب الله عز وجل وهنا أنشأ الفقهاء أنه خبر الواحد يصلح لتخصيص كتاب الله أم لا؟ التخصيص بمعنى أن الآية مطلقة لها ما يخصصها من السنة طيب الآن قال الله تعالى وآتوا الزكاة أمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إيتاء الزكاة مطلقا ما هي الزكاة؟ إخراج شيء من المال ما هو الشيء؟ كيف يمكن تخصيص؟ كيف يمكن يعني نصف ثلاثة ارباع شو القاعدة شو القاعدة جاء الحديث ليخصص الآية أو ليحدد يحدد. الآية لما سئل العباسي أنه إن شفي من خراج خرج له في بدنه ليصدقن بمال كثير مال كثير ما شو المال كثير؟ ما أعرف ولا لا أحد بيعرف ضعف الطالب والمطلوب المطلوب وراء ورا الامام قالوا له بالحبس جيبوه جابوه قال نذرت اني ان شفيت ان اتصدق بمال كثير قال ادفع 83 دينار او درهم قال له ما الوجه في ذلك؟ قال تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيره فاحصينا مواطن رسول الله بين سريه سريه وغزوه 83 هذا كثير مين اللي قدر شرح وبين وخصص الكثير في كتاب الله هذا الحديث كمان لا يفوتك اخت زينب قبل ان اقول بدنا نبحث السند والمتن والسند بما بحثه به أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يأتيك الحديث من أربعة وفيهم واحد كذاب يتعمد الكذب ماشي الآن ليست الأسناد تحت يدي لكن هل ثمة مانع يمنع الحج الحج أن يكون في مقام التعليم في مقام التعليم, التعليم. وهذا له نظائر في القران الكريم. هول الملائكه اللي دخلوا على داوود خصماني هول المحراب. المحراب. اولم يحدث بين الحسن والحسين ان توضا امام الرجل بعد ان اكتشفا ان وضوءه باطل فاجرى كل منهما وضوءا امامه كي لا يجرحاه كان في مقام التعليم ربما أراد الإمام أن يعلم حكما شرعيا ليش بدنا نقول أنه والله الإمام أنذاك كان قد فاته يا ابنة أخي هذا إمام حاشا للمعصوم أن يفوته هذا إمام لا يمكن إلا أن يكون عمله مصيبا للواقع وإلا إن كان مصيبا للظاهر فقد تساوينا معه صح هذا أمر أن نتساوى نحن غير المعصومين مع المعصوم لا يقول به إلا ناصبي ولا شو قيمة المعصوم بعدين ثم تساؤل الإمام قدام من كان عم يغتسل بلي الدرجة السؤال صحيح كان في حمامات عمومية وكان لكن كان في أزر ومآزر و, و و و وحاشا للإمام نحن حديث أوردوه في صحاحهم شجبناه واستنكرناه أنه فلان شاهد رسول الله وهو في حالة الخلاء مستحيل مستحيل هب أن الرجل كان يرى الإمام، وما أدراه للرجل أن الإمام كان في حالة غصن، وصرح الإمام مفهل. أنه في حالة غصن. عم يعلمه أنك إذا شاهدت أمكنك السكوت. وهذا هذه خلاصة الحكم الشريف. كيف أه 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 نحصل الأعلمية؟ أولا الأعلمية دليلها عقلي فضلا عن الأدلة النقلية التي هي في السياق في سياق المسار الإسلامي وإلا ما معنى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أقضاكم علي لأن القضاء يحتاج إلى أعلم وبالتالي عندما يشير إلى الأعلم يوجب النص الرجوع إليه أدى إلى دليل كامل فضلا عن المساله العقليه انه انا يجب الرجوع الى الان عندنا اطباء في بيروت يفوقون الحاجه لبنان من البلدان الذي عدد الاطباء فيه اكثر من حاجه المجتمع طيب ليش بتلاقي واحد كل النهار ما بيشتغل ولا بيلقط سماعه؟ وتاني ما ما بيفضى دعك من هذا الان انا اذا اصابني وجع في اذني ما بروح لعند اي طبيب ما بخليه يشوف اذني اي طبيب عقلا بدي يروح لعند واحد فلان الو سلام عليكم عم يقول لي احمد انه كذا وكذا وكذا بقى شو رايك ايه بصير بستجمع مو بروح بسقط اذني وما كان يعني. استدلال نعم إيه؟ ف... الرجوع الى الاعلام كقاعده عقليه حتى الميكانيكي حتى آآ آآ كله يجب الرجوع طيب اليوم يجب الرجوع الى من يكون اقدر على استنباط الحكم الشرعي, الشرعي بما يقربني ظاهرا من الواقع او تكليفي تكليف الظاهر الظاهر نزله الشرع مع غيبه المعصوم منزله الواقع طيب الواقع ما أنا قادرين نصيبه نحن في يمينه لا إن أصبنا صحيح فالظاهر م. الظاهر الأقرب إلى الواقع بشو؟ بالقدرة على الاستنباط والاستنباط حالي م. كيف تثبت الأعلمية؟ لا تثبت الأعلمية لا بدعاية ولا بإعلام م. ولا بهمروج صوتي ولا بمال يلقى هنا وهناك الأعلمية تثبت بثلاث اما ان يكون صاحب العلاقه قادر على معرفه الاعلام، يعني هذا قد يكون من الفئه الثانيه من اهل الفضل والعلم. حضر عند السيد الخوئي، وحضر عند السيد محسن الحكيم، وقرا السيد ابو الحسن الاصفهاني، وحضر عند السيد الشهرودي، وعند السيد البج نردي، وعند ها الطبقه بيجي بتجي بتساله يقول لك والله انا لا اقدر هو فلان من خلال وهو ايش عددهم قله قله طبعا وبعدين ممن لا يتلونون هلا بنحكي الامر الثاني شهاده اثنين من اهل الخبره منها ممن لا يتلونون بشهادتهم ولا يضغط عليهم بمغمز او مطعم وقليل ما هم الامر الثالث الشياع بين اهل العلم المفيد للعلم او الاطمئنان مش الشياع الان اذا بسخر لك عشرين ثلاثين فضائيه على نص مليار دولار طعم المرجع بس حقيقه المرجع الشياع مو بين الناس يعني بنزل على سوق الغزل ببغداد مع احترامي بسألهم مين الأعلى هذا بيعرف بالحمام بالدجاج بس بأزقة النجف لا لها أربابها الشياع بين أهل العلم المفيد للعلم أو الأطمئنان ممن لا يتلونون بشهادتهم هذا تكليفي أنا بروح بسأل وبحفي السؤال مثل ما بسأل عن الطبيب لسلموا إذني بدي سلموا ديني صح هكذا يحدد الأعلى جزيل الشكر ما بقى وقت. للأسف يعني أقل حال حديث السيال يعني لا نسأل الله القبول الشكر لكم موصول مشاهدينا الأعزاء على كرم متابعتكم هذه تحية الفريق العامل في كلاءة الله دمتم والسلام عليكم عليكم السلام